ما هو الواجب على العامي أو طالب العلم المبتدئ في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها بين العلماء الكبار المعتبرين حيث لا يمكنه الترجيح؟ فهل عليه الأخذ بالأيسر أو الأحوط أو يختار ما يناسبه من أقوالهم، خاصة لو اطلع على أكثر من قول مع كونها من فتاوى العلماء الكبار؟ وهل له أن يغير رأيه في المسألة؟ ومثال ذلك كأن يزكي الذهب الملبوس أخذا بالأحوط ثم صعب عليه ذلك فرأى أن يأخذ بفتوى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وهكذا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد أن الاختيار التعبدي ليس مبنياً على التشهي، فإذا اختلف علماء أهل بلادك في مسألة من المسائل الفقهية التعبدية على قولين، فإن الواجب وليست عندك الطريقة لمعرفة الراجح من المرجوح، أي لست مجتهداً، فإن الواجب عليك امتثال قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون، فواجب من لا يعلم أن يسأل من يعلم. فإذا تعدد قول من يعلم فإن الواجب على العامي أن يقلد أوثقهما عنده ممن أشار الناس له بالبنان وعظم الرسوخ في العلم، والعلماء معروفون ويتفاوتون في واقع الناس فيما بينهم، ولا نزال نقول بأن هذا العالم أعلم من هذا العالم، وهذا أرسخ من هذا، وهذا أقرب للحق من هذا، فالناس يتفاوتون في أموالهم ويتفاوتون في أحسابهم ويتفاوتون في ألوانهم وطولهم وقصرهم وضخامتهم ونحافتهم، وكذلك يتفاوتون أيضاً فيما يحصلونه من العلوم. فإذا اختلف علماء أهل بلدك على قولين فيجب عليك أن تقلد الأوثق والأعلم والأرسخ في الدين منهما، وإذا اتفق العالمان في كل صفات الترجيح فإنه يجب عليك أن تستفتي قلبك وتأخذ من الأقوال ما ترى أنه تبرأ به ذمتك. فحتى مع استواء العلماء في صفات الترجيح لا يجوز لك أن ترجع إلى ما تشتهيه نفسك في التخير، لأن الأمور التعبدية ليست مبنية على التشهي، وإنما تختار هذا القول لأنه يغلب على ظنك أنه أبرأ لذمتك وأنه أقرب لمرضات الله عز وجل. فيستفتي العامي قلبه عند استواء المرجحات في أقوال المجتهدين، فيستفتي قلبه ويأخذ ما يرى أنه أقرب لمرضات الله، ليس الاختيار عنده مبنياً على ما يتوافق مع شهوته وهواه. ففي كل الأحوال لا ينبغي في الاختيار التعبدي أن نرجع إلى ما تشتهيه نفوسنا، فأحياناً تشتهي هذا ونختاره، وأحياناً يثقل علينا ونختار القول الثاني. هذا محرم في الاختيار حتى مع استواء أقوال المجتهدين في صفات الترجيح بينهم. وبناء على ذلك فإن كنت عالماً فاجتهد أنت بنفسك وتعبد لله بقولك، وإن لم تكن عالماً فعليك أن تسأل عالماً من العلماء الذين تثق فيهم، فإن اختلفت أقوال العلماء فقلد أوثقهم عندك أو عند العامة. وإذا استوت صفات الترجيح بين أصحاب الأقوال فخذ بما ترى أنه أقرب لإبراء الذمة وأرضى لله، والله أعلم.